تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد عبر قناة أستاذ أسامة جونار في المادة اللغة الفرنسية. اليوم بإذن الله راح نشوفوا درس جديد من دروس الفصل الثاني اللي هو لو تيكست أرغيمونتاتيف. شفنا في الحصة اللي فات تعرفنا واش هو لو تيكست أرغيمونتاتيف، شفنا لو بلون أكيميلاتيف اي لو بلون دياليكتيك، ورايحين في الحصص القادمه ان شاء الله نزيدو نشوفوهم بالتفصيل. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفو اهم مصطلحات النص التاريخي. كنقول لك انا مصطلحات النص التاريخي ماشي المصطلحات اللي تفهم بهم النص التاريخي، لكن المصطلحات اللي ممكن تلقاهم في الاسئله اللي يطرح عليك عليهم الاسئله. وثاني المصطلحات هذو اللي رايحين نشوفوهم اليوم هما مصطلحات يعاونوك باه تفهم الدروس تاع النص الحجاجي. وهذا المصطلح اللي راح نشوفوهم اليوم باذن الله، المصطلحات هذوما مصطلحات خاصه لو ليكسيك دو لارغومونطاسيون، يعني المصطلحات الخاصه بالحجاج. يعني كي نجي ندير الحجاج وينهم المصطلحات اللي نستعملهم بزاف ونلقاهم في النص الحجاجي. بعدها بعد لا فيديو هذه راح نزيد ندير لكم مصطلحات حسب لو تيم تاع لو تيكست، يعني نجيبوا ان تيم موضوع من المواضيع تاع النص التاريخي ونعطي لكم لو شون ليكسيكال، يعني اكثر المصطلحات اللي تلقاوه. مثلا نجيبوا مثلا الكاتب راح يهضر لنا على الانترنت، راحين نجيبوا مجموعه من الكلمات اللي عندهم علاقه بالانترنت هكذا. يعني كل مره نديروا انتام، نخيروا انتام ونديروا له المصطلحات تاعو هكذا باه يساعدوكم ما تفهموا النص. اما هذا المصطلح اللي راحين نديروهم اليوم مصطلحات خاصه ب يعني الاسئله خاصه بفهم الدرس تاع لو تيكست ارغيمونتاتيف، راح يسهلوا عليكم بزاف باش تفهموا الدرس تاع النص الحجاجي اليوم ان شاء الله. قبل ما نبداو ديجا راني نسيت، قبل ما نبداو ما تنساوش ديرنا اشتراك للقناه وتخليوا لنا جيم لا فيديو هذه وتخليوا لنا تعليقات. يعني نحب لا فيديو هذه طاردقوها بالتعليقات، خليوا لنا اكبر عدد من التعليقات، وايضا بارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم، مع اي واحد تعرفوه راح يفوت شهاده البكالوريا هكذا باه يستفاد اكبر عدد من مترشحي شهاده البكالوريا لسنه 2024 باذن الله. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لو ليكسيك دو لارغيمونطاسيون، يعني مجموعه الكلمات اللي نستعملهم في النص الحجاجي ومجموعه الكلمات اللي عندهم علاقه بالنص الحجاجي. نقول لهم لو ليكسيك دو لارغيمونطاسيون بيان لو فوكابولير دو لارغيمونطاسيون، يعني الكلمات اللي عندهم علاقه بالارغيمونطاسيون. الكلمات الاولى اللي لازم نركز عليهم واشاك فوا يتعاودوا ممكن يطرحوا عليهم سؤال في شهاده البكالوريا هي لاتيز. كي نقول لك لاتيز واش هي لاتيز؟ معناها اطروحه ولا موقف. هذه لاتيز عندها بليزيور سينونيم، عندها شكداه المفرده عن يعني نفس المعنى تاعها. عندنا لو بوين دو في، كي نقول لك لاتيز نقدر نقول لك لو بوين دو في يعني وجهه النظر، نقدر نقول لك لوبينيون اللي هو الراي، ونقدر نقول لك لافي هو ثاني راي. الكلمات الرابعه هذو عندهم نفس المعنى، يعني انت كي يقول لك لوبينيون والله يقول لك لافي نفس الشيء، ما تخلعش ماشي تروح اعطاني لافي خلاص ما فهمتش. لافي هو نفسه لو بوين دو في هو نفسه لاتيز، متفاهمين؟ وهو نفسه لا بريز دو بوزيسيون، لا بريز دو بوزيسيون هي يعني اتخاذ موقف، راكم متفاهمين؟ لا بريز كون يقول لك مثلا كالي لا بريز دو بوزيسيون دو لوتور، يعني واش هو لاتيز والله واش هي لو بوين، واش هو لو بوين دو في دو لوتور، نفس الشيء متفاهمين؟ دونك كي نقولوا لا بريز دو بوزيسيون ليدي ولا لا تيز ولا لو بوين دو في هي ليدي ديفوندو باغ لوتور، هي الفكره ولا الشخص ولا القضيه اللي راه يدافع عليها الكاتب. كي نقول لك انا ديفوندو جايه من ديفوندغ، ديفوندغ لو فيرب ديفوندغ، واش معناها ديفوندغ؟ معناها يدافع، ديفوندغ لو فيرب ديفوندغ هي نفسها بروفي، هي نفسها سوتونيغ، هي نفسها اديغي، نفس الشيء متفاهمين؟ عندهم نفس المعنى. ديفوندو قلنا بروفي سوتونيغ اديغي، متفاهمين؟ خلاص. دوكا نجيو لواحد المصطلح هي لاديزيون. لاديزيون واش معناها؟ هي القبول. يعني كي نقول لك انا نقول لك لاديزيون يعني الكاتب راه مع هذاك الموقف. لاديزيون يعني القبول. إلي بوغ لهنا اديزيون معناها بور، وعندنا لا ريفوتاسيون هي رفض معناها كونتر.
هذه هي. دوك انت واش تدير؟ انا راني نقرا في المصطلحات هذو، انت تكتبهم في الكراس تاعك وميم طون تكتبهم باللغه العربيه متفاهمين. انا عمر دوك الطابلو هكذا نقرا لكم هكذا باه يجي الفيديو ما يجيش طويل بزاف وتفهموا بالخف. دونك عندنا قلنا لاديزيون هي القبول كيكون الكاتب بور، عندي كونت لاغيفيتاسيون هي الرفض، لاغيفيتاسيون هي العكس تاع لاديزيون متفاهمين. عندي دوك لا سينتيز، لا سينتيز، لا سينتيز واش هي؟ هي لاكور دو لا تيز اي لونتيتيز. واش معناها لونتيتيز؟ هي الراي المعكس. يعني اذا الكاتب في لا تيز تاعو لا تيز قال باللي الجماعه هذو راهم كاين كاين جماعه راهم بور الانترنت، لونتيتيز تاعها هي كونتر الانترنت، هذا ما كاين. لونتيتيز العكس تاعها هي لا تيز متفاهمين. لا سينتيز، لا سينتيز هي لاكور دو لا تيز اي لونتيتيز. يعني واش يدير الكاتب؟ لا سينتيز هو هو لا سينتيز هو لا ديرنيير بارتي، يعني الجزء الاخير من لو بلون ديالكتيك، هذاك نقولوا لا سينتيز. لا سينتيز واش يديروا فيها الكاتب؟ يوفق ما بين لا تيز اي لونتيتيز، يعني يوفق ما بين الجماعه اللي يقولوا راهم كونتر الانترنت وما بين الجماعه اللي راهم يقولوا بور الانترنت، يعني يلقى واحد العلامات تاع تتوافق ما بيناتهم متفاهمين. شغل يحب يحب يربط ما بيناتهم، نقولوا لا سينتيز متفاهمين، سي لي لاكور دو لا تيز اي لونتيتيز. نزيدو نروحو مصطلح واحد اخر، عندي لاغيمون، لاغيمون هي الحجه، يعني الكاتب كي يبين الموقف تاعو واش يستعمل؟ il utilise ولا il emploie des arguments، يستعمل لنا مجموعه من الحجج، الحجج به يرونفورسي pour renforcer la thèse تاعو. دونك عندنا لاغيمون اللي هي نفسها لا جوستيفيكاسيون، عندهم تقريبا نفس المعنى، لا بروف الادله الدليل ولا لا ريزون سبب، فاهمين. عندنا ثاني ليكزومبل اللي هو المثال، ليكزومبل معناها مجموعه من الامثله، هي نفسها ليلستراسيون. يقدر يقول لك يعطي لك سؤال في شهاده البكالوريا يقول لك كيل سون لي زيلستراسيون امبلوايي باغ لوتور ولا امبلوايي باغ الجماعه هذيك اللي راهي كونتر الانترنت، يعني واش ويناهم الامثله اللي مدوهم. الامثله اللي هنا بعد تجي لي زيكزومبل يجيو بعد لارغيومون كيما في الفلسفه، يقول لك مد المسلمه تاعك والله مد الحجه تاعك وبعدها واش دير؟ تمد ان اكزومبل، الاكزومبل هذاك يمثل لي شغل مثال حي على هذيك الحجه، تفاهمين؟ دوكا عندي لوبجيكسيون، لوبجيكسيون هذا ثاني مصطلح جديد، لوبجيكسيون واش معناها؟ هو لارغيومون كي سير ا ريفوتي، هو الحجه اللي يستعملها الكاتب باه يرفض هذيك الفكره ولا يستعملها الموقف الثاني لونتيتيز من اجل رفض هذيك الفكره، متفاهمين. لوبجيكسيون سي لارغيومون كي سير ا ريفوتي، يعني كي سير ا ريفوتي رفض ان بوين دو في، رفض راي ولا فكره معينه، اون تيز اون لو تروف، يعني لارغيومون هذا وين نلقاوه؟ دون لا ريفوتاسيون. لا ريفوتاسيون هنا نعطي لك مثال، نجيبو لو بلون ديالكتيك، تقريبا هادو بزاف نلقاهم في لو بلون ديالكتيك. لو بلون ديالكتيك قلنا نلقاو لانتروديكسيون لو ديفلوبمون لا كونكلوزيون، متفاهمين. في لو ديفلوبمون قلنا مع الاول نلقاو لا تيز، الموقف رقم واحد لا تيز الاطروحه، ومن بعد نلقاو لا ترانزيسيون، يعني المرور من الاطروحه رقم واحد الاطروحه رقم اثنين ولا من الاطروحه الى نقيض الاطروحه، من بعد نلقاو الاطروحه. دونك هنا لوبجيكسيون ولا لي زارغيمون كي سير ا ريفوتي لا اون تيز راح نلقاوها في نقيض الاطروحه، متفاهمين، في نقيض الاطروحه. دونك اون تروف دون لا ريفوتاسيون او بيان لونتي تيز، يعني ها هي هذه لا تيز وهذه لونتي تيز، واللي في النص ما بيناتهم بيناتهم ما تحطوش باللي كاينه فقره ولا كاينه كلمه، نقولوا لها لا ترانزيسيون، يعني المرور. دوك جماعه المونتاج اللي يعرفوا المونتاج كاين واحد المصطلح نقولوا لا ترانزيسيون، مثلا ندير فوتو بعد بها تمر الفوتو دير واحد التاثير هكذا، نقولوا له هذاك لي في تاع لا ترانزيسيون، التاثير تاع المرور، المرور من الصوره الاولى للصوره الثانيه، نقولوا لا ترانزيسيون. ترانزيسيون في النص في النص الحجاجي نلقاوه مجموعه من الكلمات، دوك نشوفوه.
دونك واش نزيدو نلقاو في لو تيكست ارغومونتاتيف نلقاو لا كوز. لا كوز هو السبب. الكاتب يعني كي يجي يدافع والله يجي يرفض راح يمد مجموعه من الاسباب متفاهمين. لا كوز وهذو سو سون لي رابور لوجيك راح نشوفوهم ان شاء الله في دروس جايه ان شاء الله. دونك راح نقول عندنا لا كوز، عندنا لا كونسيكونس هي النتيجه، وعندنا لاديسيون هي الاضافه يعني الكاتب يضيف حاجه معينه، وعندنا لا كونسيسيون اللي هي التناقض، وعندنا لوبوزيسيون هي التضاد. يعني لا كونسيسيون لوبوزيسيون تقريبا نقراهم مع بعض، وعندي لا كوز لا كونسيكونس اي لاديسيون. هذو شغل هذو من بين يعني داخله في لو ليكسيك دو لارغيمونطاسيون، مي هذا عندهم درس وحده لانه يقدر يجيكم سؤال على لا كوز لا كونسيكونس، يعني سؤال تطبيقي طبق ديريكت يقول لك واش هو لو رابور لوجيك. فاهمين اسكو لا كوز ولا لا كونسيكونس؟ ممكن نشوفوهم من بعد. دوكا نجيو لا ترانزيسيون. لا ترانزيسيون اللي هي كنا نهضروا عليها هي المرور من الاطروحه الى نقيض الاطروحه. الكاتب هنا دو لا تيز ا لونتيتيز، يعني الكاتب باه يفوت من الاطروحه الى نقيض الاطروحه يستعمل مجموعه من الكلمات. مجموعه من الكلمات هذه تاع لا ترانزيسيون واللي قلت لكم هضرت لكم عليها في احد الدروس اللي فاتت. دونك عندنا لا ترانزيسيون، عندنا الكلمات هذو هما تاع لا ترانزيسيون، عندنا مي لكن، عندنا سوبوندون هاني ثاني كلمه بزاف تجي في لا ترانزيسيون، نلقاو بار كونتر يعني نلقاو وحده منهم بار كونتر، نلقاو اون ريفونش، عندنا ا لانفيرس، عندنا لوب ا لوبوزي، كونتريرمون يعني كونتر كونتريرمون، انفيرسمون كعندنا بزاف ليسونسيال هادو بزاف اللي يجيو في النص الحجاجي. دونك هادو هما كانوا يعني اهم المصطلحات والله اهم الكلمات اللي تلقاوهم في لارغيمونطاسيون يعني في الحجاج، يعني في التكست ارغيمونطاتيف اون جينيرال. في الدروس المقبله ان شاء الله في الفيديوهات المقبله راحين نزيدو نشوفو نتطرقو بزاف اون فافوار دوطخ d'autres mots qui ont en relation avec le texte argumentatif. وراح نشوفوا بارتيام يعني بكل موضوع كل مرة كما قلت لكم كل مرة نخيروا موضوع معين ونديروا له المصطلحات تاعو هكذا باه تكون عندكم رصيد لغوي يعاونكم باه تفهموا لو تيكست ارغيمونتاتيف. ليسونسيال واش عليكم انتم انكم غير تابوني وما تنساوش تابوني في لاشين وديروا لنا جيم لا فيديو هذه وتخليوا لنا تعليقات، ركزوا لي بزاف على التعليقات وبارطاجيو لا فيديو هذه باه يستفادوا صحابكم والزملاء تاعكم، اي واحد مترشح شهاده البكالوريا يستفاد معنا باذن الله. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم.